لو انت هدفك انك توصل للسلطة والقوة فالكتاب ده هيوصلك للي انت عايزه، ولكن معظم المراجعات اللي اتعملت على الكتاب ده بتقول ان الكتاب ده بيعلم الناس الشر وعدم الاخلاق، ولكن هل الكلام ده حقيقي ولا لا؟ بالنسبة لنا الكلام ده مش حقيقي على الاطلاق. ليه بقى؟ لان كل انسان فينا جواه خير وجواه شر، لو غلب الشر على الخير جوا الانسان اصبح الشخص ده بيتجه في اتجاه الشر، ولكن لو غلب الخير على الشر اصبح الانسان بيتجه اتجاه الخير. قدامك طريقين تقدر تستخدم بيهم هذا الكتاب، تستخدمه في الشر او تستخدمه في الخير، وانت حر اختار. وقبل ما ابدأ شرح قواعد الكتاب ده احب اعرفك بنفسي واعرفك بالبرنامج اللي انت بتتابعه دلوقتي. انا محمد مصطفى والبرنامج اللي بتتابعه اسمه بروفولوجي. هبدأ اقرأ لك كتاب واشرحهولك شرح دقيق جدا وبالتطبيقات العملية. يعني لو حابب تقرأ من غير ما تفتح الكتاب اشترك في القناة وتابع البرنامج ده، برنامج بروفولوجي. ودلوقتي جت اللحظة الحاسمة للانطلاق. في بعض الاشخاص بيظنوا ان هم بعد ما يتعلموا قواعد الكتاب ده هيبقوا صالحين ويبانوا يعني وسط الناس ان هم ملهمش حل، ولكن الخبث والدناءة مصيره يظهر مع الايام، فلن يساعد الطلاء البراك على اخفاء المعادن الرخيصة، واكيد عاجلا ام اجلا هينكشف خبثهم ودنائتهم، فما تقلقوش. حتى لو شفت شخص وصل للسلطة والقوة بسرعة جدا ما تقلقش، نزوله برضه هيكون بسرعة جدا. السطوة دي اشبه بامرأة وفاتنة ورائعة الجمال، الكل عاوزها ولكن في نفس الوقت الكل بيتبرأ منها. بمعنى انك ممكن تشوف بعض الناس كده بيدعوا المثالية ويطلبوا المساواة بين الناس، ولكن في نفس الوقت هم عاوزين يوصلوا من خلال الجانب ده للسلطة بالمكر والخداع. يعني بيطلبوا المساواة، عاوزين شخص فاشل ما بيعملش اي حاجة في حياته زي شخص بيذاكر وبيجتهد علشان ينجح ويوصل لدرجات عليا في الحياة. نسيوا ان ربنا سبحانه وتعالى رفع الناس فوق بعض عندهم درجات وفق سعيهم ووفق قدراتهم في الحياة، فما ينفعش يتساووا. فالناس دي بتوصل للسلطة بالمكر والخداع واللعب على مشاعر الضعفاء. ودلوقتي هندخل على القاعدة الأولى في كتاب 48 قانون للقوة. لا تظهر ابدا تفوقك على وليك. وليك يعني رئيسك، يعني حد اعلى منك سلطة كده. فلازم تخلي رؤسائك مطمنين جدا على مكانتهم الاجتماعية، ومطمنين على مظهرهم قدام الناس، ومطمنين على المستوى اللي هم واصلين فيه. يعني ما تحاولش تستعرض قوتك عليهم او انك تحسسهم انك مميز عنهم، لانهم مش هيعجبهم اللي انت بتعمله ده، حتى لو كنت بتعمله لمصلحتهم. لمصلحتهم فلو حسوا انك بتسرق منهم السلطة بتاعتهم والمكانة، صدقني هيحسوا بالتهديد والقلق وهيقلبوا عليك. علشان كده تعال معايا علشان هحكي لك قصة بتعبر عن الكلام اللي انا بقوله ده. كان نيكولاس فوكي وزير خزانة لويس الرابع عشر، يعني في وقتنا دلوقتي اسمه وزير المالية. وفوكي ده كان سخي جدا، بيحب يصرف، بيحب ينبسط، بيحب يسهر، بيحب الستات، المهم بيحب الهلس في اي اتجاه. ورغم كده كان ماهر جدا في شغله وبيتقن شغله جدا، وكان لويس الرابع عشر بيثق فيه جدا، وكمان ما كانش يقدر يستغنى عنه. ولما مات رئيس الوزراء جون مازارين سنة 1661، افتكر بقى اخونا فوكيه ان هو هيمسك مكانه بعد ما مات، ولكن كان رد فعل الملك لويس الرابع عشر صادم بالنسبة له، انه لغى المنصب اصلا، لغى منصب رئيس الوزراء اصلا. طبعا فوكيه صدم وقال انا كده بخسر ثقة الملك، اكيد الملك شايف فيا حاجة مش مظبوطة، او انا مش كفء للدرجة اللي كان شايفني فيها قبل كده. ففكر كده فوكيه بينه وبين نفسه وقال ازاي رجع ثقة الملك فيا، وازاي خليه يقدر يشوف قدراتي ويقدر يشوف قد ايه انا بارع وقد ايه انا رائع ومليش حل. وجت فكرة لفوكيه جهنمية جدا، وفكر ان هو بقى انتهى من بناء القصر بتاعه، فبالمرة هعزم الملك وهعزم كل الناس العظماء في المدينة، هعزم كبار الدولة، هعزم من الشرق والغرب علشان اوري الملك قد ايه انا رائع وان القصر بتاعي جميل ومفيش زيه وما حصلش. فبدأ فعلا فوكيه يحضر للحفلة دي وعزم كل الناس بما فيهم الملك. مش بس كده،
فوكيه وصى مؤلفين الموسيقى ومن اعظم مؤلفين الموسيقى ان هم يالفوا مقطوعه موسيقيه للملك خصيصا في اليوم ده. مش بس كده، افضل واجود انواع الطعام كان عاملها وجايب اعظم الشيفات في العالم علشان يعملوا الاكل يوم الحفله للملك ولكل الناس اللي حضرت الحفله دي. هو عاوز يظهر بقى قدام الملك انه ملوش حل. فالمهم قال الملك ايه رايك نقوم نتمشى كده في الجنينة بتاع القصر. فطلعوا كده مع بعض بيتمشوا في الجنينة بتاع القصر. ففوكيه بيقول للملك لويس انت عارف ان الانشاءات المعمارية ديت والهندسية ديت ما اتعملتش في الكون. انا جايب اعظم الناس اللي بيقدروا يصمموا كل اللي انت شايفه ده، شجر الفاكهة وشجر الزينة والورود من اجمل الانواع. وفضل يعني يحكي عن انجازاته كتير، بيفكر بكده ان الملك هيشيد بيه ويقول واو فوكيه رائع اخليه يمسك المنصب بقى. وتاني يوم الحفلة صحي فوكيه من النوم على صوت الحراس وعلى صوت العساكر وانه مطلوب القبض عليه. فوكيه قال والله ما عملت حاجة، وايه اللي انا عملته؟ انا مش فاهم، انا مش عارف. قالوا له تعالى هتعرف كل حاجة. المهم قالوا له ان هو اختلس من خزانة الدولة. طيب حلو، طلع حرام يعني. ولكن الاغرب من ده ان هو اصلا فوكيه كان بيسرق لصالح الملك، يعني الملك كان على دراية بالسرقة بتاعته دي. ولكن في رأيك الملك لويس هيكتفي باللي عمله فيه ده؟ لا، ارسله الى اعلى الجبال عزلة في فرنسا، وقضى 20 سنة الاخرانيين من حياته في السجن. ومش بس سجن وسط الناس، لا ده سجن انفرادي كمان. غريبة، ليه الملك يعمل كده مع حد كان بيثق فيه وما كانش يقدر يستغنى عنه أبدا؟ تعال فهمك. الملك ده كان مغرور ومتكبر وما كانش بيحب يسمع صوت حد غير صوته هو، وكان دايما بيحب يظهر كده قدام الناس ان هو يعني الضوء عليه وان مفيش زيه وما حصلش في الكون. فعمره ما كان يسمح لحد أبدا ان يتفوق عليه او يظهر يعني ان هو أجمد منه، وبالذات لو كان الشخص ده بيشتغل تحت ايده أقل منه سلطة. عشان كده عزل فوكيه وحبسه في أكتر السجون عزلة في فرنسا، لان فوكيه غلط غلطة عمره. وقت الحفلة ظهر للناس ان هو تفوق على الملك. طيب عرفنا دلوقتي مصير فوكيه. عارفين بقى الملك عمل ايه بعد ما فوكيه اتحبس؟ الملك عين حد مكانه اقل منه خبرة، وكان الشخص ده معروف عنه ان هو شخص فاشل ما بيعرفش يدير اي شيء على الاطلاق، واي حفلة كان بيعملها كان بيفشل فيها. بس كده لا، الملك لويس الرابع عشر امر ببناء قصر افضل واعظم واكبر من القصر اللي فوكيه بناه. مش بس كده، جاب نفس المصممين في الزغرفة والهندسة ونفس الطباخين وعمل اكبر حفلة في التاريخ علشان بس يثبت للعالم ان مفيش حد احسن منه. فوكيه بقى كان فاكر ان الملك هيرضى عنه وهيقول عنه انه شخص جامد، انه قدر يبهر الملك بكل الحاجات اللي هو عملها دي. بالعكس، ده خلاه يتغاظ منه واشتغل في الخفاء علشان يلبسه تهمة هو يعلم بها قبل كده. ولكن فوكيه اللي ضيع نفسه انه ظهر ان هو افضل من وليه وظهر ان هو افضل من رئيسه. صديقي دي مش قصة ميكي ماوس بحكيها لك، القصة حقيقية. وهتلاقي ناس طالعة دلوقتي بتقول ده كان ايام لويس يا عم الكلام اللي انت بتحكيه ده. يا صديق الكلام ده موجود في كل زمان وفي كل مكان. حاول انت تظهر براعتك على وليك هتلاقي نفس المصير بتاع فوكيه. فشوف واختار. ركز معايا صديقي علشان المفتاح ده ليك انت بس، وخليك محتفظ بيه علشان ما تقعش في مصيبة زي اللي وقع فيها فوكيه بالظبط. تأكد يا صديقي ان مفيش حد فينا واثق من نفسه ثقة كاملة، علشان كده دايما هتحس بشعور التهديد لو حد حاول يظهر ان هو احسن منك او متفوق عنك. فاوعى واوعى الف مرة انك تظهر مواهبك وقدراتك على وليك او على الاعلى منك شأنا، لان ده هيولد عنده الحقد والضغينة ليك وهيبدأ يخطط على عشان يوقعك، ولو ملقاش حاجة توقعك هيخلي ناس يجيبوا حاجات توقعك والحوار هيكبر. فابعد عن انك تستعرض قدراتك امام اوليائك. عادي مفيش مشكلة تظهر قوتك وسلطتك على الناس، ولكن ابعد عن وليك او رئيسك يا صديق. حتى لو ظهر لك ان هو معجب باللي انت بتعمله ده، صدقني ده فخ هيوقعك قريب وهيبدلك في اقرب فرصه ممكنه، علشان وجودك بيهدد ثقته. وممكن بقى حظك يبقى طين وتقع في حد زي لويس الرابع عشر ويفنيك. خليهم يحسوا امان في مناصبهم ومكانتهم الاجتماعيه، واوعى تستعرض قدراتك وقوتك عليهم. في النقطه الجايه بقى، روبرت غرين صاحب الكتاب بتاع النهارده خبيث شويه
شوية في الكلام اللي هيقوله دلوقتي، هي فكرة شيطانية ولكن أنا ماليش دعوة بيها، أنا بشرح لك اللي موجود في الكتاب. بيقول لك إزاي بقى تعكس القاعدة دي لصالحك أنت. بيقول لك ما تخافش إنك تظهر قوتك، وأوعى تكون رحيم معاه، لأنه هو طالع للسلطة والقوة ما كانش رحيم معاه. بيقول لك بقى لو لقيته ضعيف اشتغل في السر كده علشان توقعه بسرعة، وفي اللحظة القاتلة اظهر تفوقك عليه بالكفاءة والحضور، ولكن لو لقيته ضعيف جدا وعلى وشك السقوط خليه على وحده، واوعى تجازف بإظهار قوتك وانك تحاول اسقاطه بسرعة، لا، لان ده هيخليك في عيون الناس حاقد ودنيء. ولكن بقى لو شفت رئيسك قوي وحاسس انك اقوى منه اوعى تظهر قوتك عليه، سيبه الايام هتلف، مفيش حد بيبقى على حاله، القوي النهاردة ضعيف بكرة، الحي النهاردة ميت بكرة، فالدنيا بتتغير، فاستنى الوقت المناسب وانقض عليه واظهر قدراتك واظهر براعتك، ولكن في التوقيت المناسب علشان ما تقعش في مشكلة كبيرة زي اللي وقع فيها اخونا فوكي. وزي ما انا خليتك تندهش من القاعدة الأولى وتستغرب منها، تعال معايا علشان أخليك تشوف الأغرب والمدهش.